طب اقول ايه؟ انا مش فاكرة اي حاجة. هو انا اللي جابني هنا اصلا؟ طب افرض غلطت دلوقتي، الناس هتتريق عليا، او ممكن ما يعجبهمش كلامي اساسا، هعمل ايه بقى وقتها؟ هيبقى شكلي بايخ قوي. اكشن يا استاذه مريم. سوري انا اهو. انا فين صوتي؟ هو انا ايه اللي حصلني من شويه ده؟ ده بالظبط اللي بيحصل لكل واحد فينا وانت داخل على اي تجربه جديده. انا مش هقدر، انا مش هعرف، اصلا انا خايف، اصل الناس هتقول. عايزك تحط في دماغك قاعده مهمه قوي، طول ما انت بتقول اصل الناس، اصل دي عالم محظوظه، اصل انا فشلت كتير، اصل الظروف، انا مش هعرف، انا مش هقدر، يبقى عمرك ما هتوصل لاي حاجه. هات لي واحد بس على مستوى العالم كله قدر ان هو ينجح من غير لما يمر بتجارب فشل. هات لي واحد بس قدر ان هو ينجح من غير لما ياخد كل الم والم لحد ما ظهره اتقسم من كتر الضربات اللي اخدها. الفكره ان الحياه مش عايزه منطري. الحياه عايزه تفضل تديلك كل ضربه وضربه لحد ما عظمك ينشف كده وتبقى قوي. لكن لو كونك فاكر ان انت عشان عايز تبقى ناجح وكده ان الناس بقى كلها هتسقف لك وبرافو عليك، تبقى غلبان يا عيني ومش عارف حاجه. انت هتبقى عامل زي الراجل المسكين ده، كل حاجه واقفه ضدك ومطلوب منك ان انت تمشي وتكمل. ومش هقولك بقى زي ما الناس كلها بتقول، بص للنماذج اللي نجحت قبل كده، اوبرا وينفري، توماس اديسون، اينشتاين، والت ديزني، هيلين كيلر، احمد زويل، الناس دي كلها على راسنا من فوق. بس بص لنفسك لما كنا صغيرين وكنا بنحاول لاول مره ان احنا نمشي، لما وقعنا مره واتنين وتلاته وعشره، قلنا بقى خلاص احنا مش هنقدر نمشي واستسلمنا وكلنا دلوقتي بقينا معاقين؟ لا خالص، كملنا ووقفنا دلوقتي على رجلينا. ليه بقى دلوقتي لما بتقابلنا اي مشكله او اي ازمه او اي عائق في حياتنا بنوقف الدنيا كلها وبنقول خلاص ان مفيش فايده، وزي ما تكون الحياه كلها وقفت على المشكله دي بس؟ ومن احد تعريفات النجاح هو القدره على الانتقال من فشل الى فشل دون ان تفقد حماس. ببساطة جديدة، الفرق بين الشخص الناجح والشخص الفاشل ان الشخص الناجح بيفكر في الحل، انما الشخص الفاشل بيفكر في المشكلة. الشخص الناجح بيقول الحل صعب بس ممكن، انما الشخص الفاشل بيقول الحل ممكن بس صعب. توماس اديسون بيقول ان الاشخاص الفاشلون هم اشخاص لم يعرفوا كم كانوا قريبين جدا من النجاح حينما توقفوا عن المحاولة. سؤال بيطرح نفسه، هو ليه ربنا خلق الفشل؟ مش كان ممكن يخلقنا كلنا ناجحين؟ سهل على فكرة وربنا قادر، بس ربنا خلق الفشل عشان نتعلم منه. اسهل طريقه ان انت تعرف بيها الصح انك تقع في الغلط. في مقوله بتقول لولا وجود عكس المعنى ما كان للمعنى معنى. لو ما كانش فيه ليل ما كناش شفنا النهار، ولو ما كانش فيه شر ما كناش عرفنا الخير، ولو ما كانش فيه مرض ما كناش قدرنا نعمه الصحه، ولو ما كانش فيه فشل ما كناش حسينا بطعم النجاح. سيبك بقى من الناس اللي بتقعد تحبط فيك وتقول لك انت فاشل، انت مش هتقدر، انت عمرك ما هتوصل لحاجه، انت اصلا جربت قبل كده كتير وما نفعتش في اي حاجه، يبقى عمرك ما هتنفع في اي حاجه، انت عمرك ما هتوصل لاي حاجه، انت حاولت قبل كده كتير وفشلت برضك، يا فاشل يا فاشل. يا فندم من فضلك اديني فرصه اشرح لك. خلاص يا فاشل. فاشل يا فاشل. بلاش يا فندم الكلام ده. بتعصبك يا فاشل. بتعصبك يا فاشل يا فاشل يا فاشل يا فاشل. الله، في ايه يا فندم؟ يا فاشل سيحتني في المكان. سيبك من الناس دي كلها، اعمل بس اللي انت مقتنع بيه واللي انت مؤمن بيه. يعني مثلا لو حد لما اخذ قالك ان انت حمار، هتصدق ان انت حمار؟ عمرك، لانك مقتنع من جواك ان انت انسان. فليه دايما لما حد بيقول لنا ان احنا فاشلين او ان احنا مش نافعين في اي حاجه بنصدقهم وبنبتدي ان احنا نتعامل على الاساس ده؟ سيبك من الناس ومن هري الناس وركز في اللي انت عايز توصلته وبس، واعرف دايما ان هو ده الخير ليك. ربنا قال عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. كونك ان انت مش عارف دلوقتي امتى اللي بيحصل لك ده او الفشل او التجارب الفشل اللي انت بتمر بيها دي، ده مش معناه ابدا ان ده مش خير ليك، بالعكس ده هو الخير ليك. في مقوله بتقول ان اعظم خطا يرتكبه الانسان هو الخوف من الوقوع في الخطا. ما تخافش انك تغلط، اغلط وتعلم، اوعى وقوم وقف من تاني، افشل عشان تنجح. انا النهارده مش جاي اقول لك تعمل ايه، ولا جاي اديك الوصفه السحريه عشان تعمل المهلبيه. كل واحد عارف وحياته ماشيه ازاي وعارف هو عايز يعيشها ازاي. عيشها بالطريقه اللي تريحك. الكاميرا اللي انتوا شايفيني من خلالها دي اللي اخترعها فشل قبل كده الاف المرات عشان انتوا دلوقتي تبقوا شايفيني. متقعدش بقى تندب وتولول وتقول اصل الحياه واصل الظروف واصل الناس واصل حاولت كتير والله وما عرفتش. الحياه قصيره ومفيش وقت ان احنا نضيعه. اعمل اللي عليك واتعب واسعى واجتهد، ربنا باذن الله هيكرمك. وان ليس الانسان الا ما سعى، ولكل مجتهد النصيب. لكن هتقعد بقى مستني النجاح ينزل لك كده من السما؟ اقعد مستني مع نفسك، اسعى انت بس كده واجتهد وربنا باذن الله هيكرمك. هيكرمك بقى امتى وفين وازاي دي مش قصتك خالص. مش مطلوب منك غير انت تسعى وتتعب وتعمل اللي عليك وتبقى ظنك بربنا ان هو مش هيضيع تعبك ده. وما تخافش من بكره، خاف بس من خوفك. اشوفكوا المره الجايه على خير اذا كان فيها مره جايه. اسعى بس انت كده، خاف بس من خوفك. انا النهارده مش جايه اقول لك تعمل ايه، ولا جايه اديك الوصفه المهلبيه وتدرعها. النضاره اللي انتوا شايفينها دلوقتي دي اللي اخترعها
فانت اسعى بس كده وكتير ربنا.